في لقاء مع الشباب في شانلي أورفا، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعمل دويتو غنائي مع الفنان الشهير التركي إبراهيم تاتلسس. وبحسب ما نشرت الصحف التركية، التقى الرئيس رجب طيب أردوغان بالشباب بعد حفل الافتتاح الجماعي للمشاريع في شانلي أورفا، كما حضر المطرب التركي الشهير إبراهيم تاتلسس هذا اللقاء الذي أقيم في مركز إبراهيم تاتلسس الثقافي الذي نظمته بلدية حليلية أثناء الدردشة مع الشباب. هنا غنى الرئيس أردوغان أغنية أورفا ليمي زدن وأغنية هيدي سويلة أنو نصل سيف دي إيمي هيدي سويلة رويال أرد غير دي إيمي. إذن غنى هذه الأغاني الشهيرة والجميلة مع إبراهيم تاتلسس، سرعان ما تم تناقل مقاطع الفيديو للحظة الغناء المشترك بين أردوغان وإبراهيم تاتلسس على منصات التواصل، وكانت هذه المقاطع الغنائية المنتشرة فرصدناها لكم. هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس التركي يغني، إذ اعتاد الشعب التركي على مشاهدة هكذا مقاطع في مناسبات عدة، إذ ظهر في مقاطع فيديو أخرى وهو يغني مع الأطفال أثناء افتتاح مشروع قطار حديث في ولاية غازي عنتاب. Biz bu yollarda beraber ıslandık, yar yağmurda tüm şarkılarda her şey sizi hatırlatır. أما التعليقات وردود الأفعال فكانت كثيرة، اخترنا لكم ما جاء فيها. نبدأ التعليق مع هذا التعليق الأول الذي سيظهر على الشاشة مع كرم الراسي، يقول والله رئيس محترم وكل يوم يزداد احترام بعيون الناس، أما الغناء فهذا لا يؤثر على هيبة أي شخصية أو مسؤول عندما يحاول أن يكون قريبا من شعبه ومن فئة وشريحة الشباب، ومن ينتقد عليه أن يشهد ويشاهد ويطلع على حجم المشاريع العملاقة التي افتتحها هذا الرجل بدلا من السخرية. تعليق من عبد الله يقول برغم المؤاخذات إلا أننا معجبون بطريقة إدارة ملف الاقتصاد والعمل في كل مرة افتتاح مشاريع خدمية كبيرة كالجسور والأنفاق وخطوط المترو التي تربط معظم مناطق اسطنبول مترامية الأطراف من الحكام المنافسين أو في أي دولة أخرى يستطيع فعل ربع ما فعله. أيضا تعليق من شبعاد، أنا عراقية وأرى أن الرئيس التركي قد نجح في قلب موازين الإشكالات السياسية الداخلية لصالحه في مقابل العمل الفعلي وليس التصريحات فقط والكلام، أنجز ما أنجز من مشاريع كبرى عملاقة وكل ذلك لخدمة شعبه، تحية له.
تعليق من عهد كامل تقول افتتح قطار حديث بولاية وإحنا قطار بغداد ومعلق صار 40 سنة نسولف فيه وبس المخطط دبوا عليه 240 مليون دولار وكل شيء ما سووه بس تصريحات وكلاوات. أما بالنسبة للي قشمر ويضحك أقول له روح شوف تركيا وأوساط النقل والطرق اللي هي أفضل من أوروبا. تعليق آخر من كريم حسين يقول إحنا طريق العظيم يومية حوادث وطرق البصرة والجنوب يومية طصات وموت جماعي بحوادث مريبة وما حد يجي يعدل الطريق ولا حتى ينطوا استثمار حتى الناس لا تموت. وهنا الرئيس التركي حقه يغني لي يعني مسوي إنجازات وطرق خرافية عملاقة تربط بين ولايات وتختصر مسافات بعيدة بوقت قصير. تعليق آخر من لويس يقول راح يسوي كل شيء من أجل البقاء في السلطة ولكن هذه هي السياسة أن تكون ذكي وعملي وواقعي وتعمل على خدمة شعبك واسكت واترك المشاريع تتحدث. هذا ما يفعل السلطان التركي أمام منافسيه وعلى فكرة صوته حلو.